بنطالب بحافز الإسابة. تاني مطلب بنطالب بالزي الرسمي ما نصرفش بقاله سنتين. تالت مطلب التأمينات بتاعتنا ما بتوصلش للتأمينات. يجي الواحد خارج ما بيلاقيش حاجة. واقفين بقالنا دلوقتي الخامس النهاردة. خامس يوم على التوالي. مين سأل فينا؟ حد قال لنا انتوا فين؟ حد قال لنا مطالبكوا ايه؟ بالنسبة للعمال والهيئة كانوا طالبين حفظ الإسابة وبعدين توجهنا مهندسة منى رئيس مجلس الإدارة فمشكورة جابت موافقة بحبس الإسابة على أساس إن يتم صرفه للعملية، وهي بس العملية شوية إجراءات بسيطة للموافقة على الصرف وكده، يعني مفيش أي حاجة. يعني المهندسة منى قالت لك إحنا عايزين لجنة من الهيئة كلها وإن يتم التفاوض معاهم. تم التفاوض ولكن بدون جدوى في النهاية، بوعد كاذب، بوعد وردي، وعد ملوش أي أساس. قوتنا على الورق 200 عربيه يشتغلوا ويخدموا المنطقه هنا. خدت بال حضرتك معايا؟ خفضوه ل 150 عربيه عشان خاطر مفيش قطع غيار ومفيش عربيات. احنا عندنا حوالي 500 عربيه جديده مرسيدس من الحمر دول، وعندنا عربياتنا الخضراء شغاله، واذا كان في عربيات من العربيات المتهالكه وبتاع فاحنا بنحاول بقدر المستطاع السنه بتاعتها وبنشتغلوا عليها. حتى العربيه عملوا الدور وعملوا الدورين، هي برضه بتجيب ايراد للهيئه ان لسه مفيش معدي تخريطها في العمر الاقتصادي بتاعها. زميلي طالع تامينات قبل ما يطلع باسبوع يبعتوا له المتطلبات بتاعته والشركه ما بيلاقيش حاجه. 3 شهور بس ما بيلاقيش لا تامينات ولا فلوس غير حاجات بسيطه جدا. ليه؟ لان ما كانش فلوس بتتبعت للتامينات من شركه من هيئه النقل العام. التامينات معروضه على رئيس الهيئه ورئيس الهيئه تاخد فيها اجراءاتها برضك، يعني مسكت على حاجه. يعني معامله الجمهور اما الراكب بيبقى جاي يطلع ويدفع لك الجنيه تذكره او النص جنيه تذكره، وبعد محطتين تقول لك العربيه عطلت، بيمسك في مين؟ ولا له مدير فرع ولا له مين قدامه؟ المحصل والسواق. اساسا هي هيئه النقل ما فيهاش العدد الكافي، ولما بيعملوا اضراب بتزيد المبلغ طويل، يعني بيزيد الضغط على الهيئه. طب هتعمل ايه الهيئه؟ وبعدين هم بيعملين اضرابات، عاوزين مرتبات وعاوزين. طب ما نشتغل. مسببين كارثه بالنسبه للركاب، واقفين ما فيش مواصلات، ما فيش اي نظام مرور خالص ولا حركه. مفيش يعتبر دروسات خالص، نقف فاضي بالنسبه لك. يعني حتى برضه انا جاي برضه من السابع وانا جاي دلوقتي نقف هناك فاضي برضه عند المنطقه الحره في مدينه نصر، مفيش دروسات خالص. الاتوبيس يعني المفروض بيبقى مساره بولاق تلاقيه رايح رمسيس، يعني فده اختلاف بطريقه فظيعه جدا. يعني الوقت يعني طبعا بقى مديك وقتك هدومه عامل مقصد الطريق بسهوله، وقت نفسه وقت نفسه تسوقه ومش هتاخد حقه، وكل حاجه بتاخد لها وقت. يعني بس العمليه مش عمليه ان احنا الشيء كن فيكون، يكون فيكون دي غلط. ان اولا ده ايراد هيئه وايراد مال عام، وبعدين كلنا بنستفيد من الايراد بتاع الشغل ده بتاعهم، فوقفتهم اصلا بتبقى بخساره على الهيئه وخساره على نفسهم هم شخصيا. يعني هو لما نيجي نقبض احنا هنقبض ايه دلوقتي؟ مش هنقبض حاجه. وان شاء الله باذن الله المرحله دي ما اسمها مرحله الاضراب، المرحله اللي جايه هيبقى مرحله الاضراب عن الطعام والشراب لعمال هيئتنا العام كلهم، وهنيجي نعتصم هنا في الهيئه.